مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الرئيس يشدد على الحد من الاستدانة. عبد العال لا زيادة في أسعار الأسمدة. تيران وصنافير في البرلمان. حفظ الجمارك على سيارات الاتحاد الأوروبي. وإليكم تفاصيل النشرة. تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتورة سحر ناصر وزيرة التعاون الدولي، حيث وجه الرئيس بمراعاة الحد من الاستدانة والإسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم الحصول على تمويل خارجي لها وضمان تحقيقها لأفضل النتائج للمواطن المصري، مع تعظيم المكون المحلي في تلك المشروعات بما يحقق أقصى استفادة من عائدها لتنمية الاقتصاد القومي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وبرلمانياً أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن أسعار الأسمدة لن ترتفع ولن يكون هناك أعباء على الفلاحين، وذلك تعقيباً على الانتقادات التي وجهها عدد من أعضاء مجلس النواب للحكومة لتزايد الأعباء التي يتم إضافتها على كاهل الفلاح المصري، ومن بينها زيادة أسعار الأسمدة. على جانب آخر، كشف المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب تسلم البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أنه لم يتحدد حتى الآن توقيت مناقشة الاتفاقية وطرحها على النواب. كان مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية وقرر إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها. بدأت مصر رسميا تطبيق إعفاء جمركي جديد على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي وإنجلترا، تطبيقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية التي تنص على خفض الجمارك على واردات دول الاتحاد لتصل إلى صفر بحلول العام 2019، وتشمل التخفيضات خفض الجمارك على سعر الأقل من 1600 سي سي إلى 12% بدلا من 40%، وخفض الجمارك بالنسبة لسيارات الأعلى إلى 40.5% بدلا من 135%. أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن نجاح قوات حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني في اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء، كما نجحت القوات في نطاق الجيشين الثاني والثالث والمنطقة الغربية العسكرية من ضبط العديد من السلع المهربة وكميات مختلفة من المخدرات. وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط أكثر من 250 سوري خلال محاولة هجرة غير شرعية بمنطقة الشلاتي. جوجل يحتفل ببيكار، فقد استبدل محرك البحث الشهير شعاره بصورة الفنان التشكيلي حسين بيكار احتفالا بذكرى ميلاده 104. وبيكار هو أحد أبرز الفنانين التشكيليين في القرن العشرين، برع في فن البورتري، كما كان أول فنان يرسم غلافا لكتاب وهو كتاب الأيام للدكتور طه حسين، حصل خلال مشواره على مجموعة متميزة من الأوسمة والجوائز من بينها جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون وجائزة مبارك في الفنون من المركز الأعلى للثقافة عام 2000 قبل رحيله بعامين. نهاية النشر، إلى اللقاء.